شايف ازاي الماتش اللي جاي؟ يعني خلينا نتكلم شويه فني كده، وانت انا عارف انت كمان بتفهم كوره كويس قوي، وزي ما بقول دايما مشجع الثالثه شمال بيفهم كوره كويس. شايف المباراه ازاي فنيا يعني؟ بص، هو طبعا الماتش الجاي ماتش صعب جدا، انت غيابات كتير قوي. انا هقول لك حاجه برضو، تعال نمسك الموضوع بشكل تاني، عشان في نغمه يعني مش عجباني قوي بتاعت ان الاهلي فيه هزه واللي حصل مع رمضان واللي مش عارف ايه الفتره اللي فاتت يعني، والكلام اللي اتقال كتير ده. وفي ناس تقول لك تريقه كتير، يقول لك الاهلي بمن حضر، الاهلي لا، هو الاهلي بمن حضر مش انا اهلاوي. وهقول لك ليه. يعني انا 2014 كنت في البرازيل انا وائل جمعه، لو تفتكر البرنامج اللي كنا عاملينه انا وائل. بالظبط، كاس العالم. وجانا هشام وشيكو كان بيعملوا معانا حلقه، هشام وشيكو زملكاويه يعني زملكاويه. اوكي. وكانوا بيعملوا معانا حلقه وقاعدين، مع احترامي الكامل لرمضان لان رمضان اخويا الصغير وانا بحبه جدا وهو عارف ده. بس الماتش ده لو تفتكر هاني، كان حتى ميدو هو اللي كان مدير فني لنادي الزمالك، واحنا فرقتنا انا مش عارف دول مين. قسما بالله انا هو اهلاوي جدا، ما تعرفش مين، ما اعرفش اسمه. رمضان ما كانش، كان ده كان ثانيه ثانوي حاجه كده، كان لسه صغير جدا. كريم بامبو ومش عارفين احنا اسامي. وفرقه الزمالك اجهز بكثير، مش تقليلا من نادي الزمالك، بس الاهلي بمن حاضر. مين اللي قال الكلمه دي ساعتها؟ كان وائل جمعه. انا بقول له وائل احنا النهارده، انا بقى اقرا تشكيل هاني مش عارف مين دول. طبعا فقلت مش عارف مين دول فعلا. انا مش بقلل من قدرهم، رمضان لعيب كبير وكريم لعيب كبير، بس كانوا صغيرين ما حدش عارف. عيال صغار، انا مش عارف مين دول اصلا. بالظبط. وائل قال لي هنكسب. احنا هنكسب. وائل جمعه. قال لي يا فهمي الاهلي بمن حاضر. فالناس اللي تقول لك ان عشان رمضان مشي او غير رمضان مشي او مش عارف ايه، خالص. الهزه دي مش هتاثر على النادي في اي حاجه. احمد، طب بمناسبه الموضوع ده انا عايز افكره كمان بحاجه باللي بيقولها وباكد عليها. فاكر لما لعبنا وكسبنا كاس مصر وكنا بنلعب بال 87 سنه 87، انت فاكر؟ أيوة. فرقه كامله مش موجوده، وكمان طارق خليل وحسام حسن وشمس حامد وطارق خليل ومحمد سيد وكان مين بقى كنا بنلعب الزمالك؟ مين ده؟ كابتن ابراهيم يوسف وكابتن فاروق. فالجمله اللي قالها وائل دي فعلا الاهلي بمن حضر. ودايما الماتشات دي كمان بتطلع نجوم، يعني انت الماتشات دي بتولد نجوم. يعني انا واحد من الناس اللي يعني الناس عرفتني عن طريق ماتش اهلي وزمالك. اكيد. فعايزين نقول ان المباراه ممكن يكون لها حسابات فنيه اخرى، لكن على مستوى النادي الاهلي دايما ده حقيقي. ده يعني دايما يعني فكره ان حصل هزه في النادي او بتاع، والله ما عشان اهلاوي، اي حد بيبعد عن النادي الاهلي هو الخسران تماما، مليون في المية. انا بتكلم. احمد، انت مشجع قوي، يعني انت يعني على اعصابك، حتى اي موضوع بتاخده فعلا على اعصابك. احس كده. فانت كنت ناشر صوره يمكن من كام يوم بعد موقف رمضان صبحي تحديدا. وكنت ناشر التيشيرت الاسود اللي عليه رقم الشهداء، شهداء الاهلي ال 72 رحمه الله عليهم كلهم. طبعا. يا رب. وكنت ليك كلمه كده انت كتبتها، انا بس عايزين نقول للناس اللي ما شافتش يعني السوشيال ميديا او مش متابعه جيده، انت كنت تقصد ايه بده؟ كنت انت عايز تقول ايه؟ انا هقول يعني، انت بتفتحيني في كلام ممكن يزعل الناس، بس انا هتكلم. انت اللي جبت السيره. اوكي، ماشي. ماشي. بصي، هاني رمزي مشي النهارده من النادي الاهلي، النادي الاهلي مش هيتاثر. محمود الخطيب مشي من النادي الاهلي، النادي الاهلي مش هيتاثر. ايوه، مش هتحصل. ايوه، في حاجات ما تقدرش تشتريها. شهداء النادي الاهلي، شهداء نادي الزمالك، مهما جابوا لعيبه، مهما جابوا طبعا، مهما سابهم لعيبه نادي الزمالك، حتى ما بيحصل العكس، محدش هيعوض الناس دي. الناس دي مش عايزه حاجه من النادي غير ان هي بتحبه. فده كلام في حاجات مهما تشتري مش هتعرف تشتريها. لو انت بتتكلم على، يمكن انا كنت قريت تويته قبليها لنادي بيراميدز، يعني اللي هو بيقول فيها علي معلول لعيب كويس قوي ربنا يخليه لك. ما اعرفش ده من الموقع ممكن تبقى في حاجات برده فيك يعني، ممكن، بس كان في شويه يعني مناوشات عشان برده نتكلم احنا كوره. طب مهما انت اشتريت لعيبه ومهما اشتريت، في حاجات الفلوس مش هتشتريها عمرها. ومش بتكلم بس والله عن النادي الاهلي، النادي الاهلي، الزمالك، الاسماعيلي، مصري، اتحاد، النوادي اللي ليها جماهير. وده اللي انا كنت بقى لو انت بتكلمني بتكلم مع رمضان فيه. يعني ده لو انا بتكلم ان رمضان، والله العظيم فعلا انا بحب رمضان جدا وبعتبره زي اخويا الصغير، هو عارف ان انا بحبه جدا. لكن رمضان صغير، عنده 22 23 سنه، راجل نجم وامكانياته كبيره جدا، بس هو حسبها غلط خالص. انت دلوقتي حتى لو في فرق في العقد كبير، لعيب بامكانيات رمضان صبحي المفروض ان طموحه ان هو يلعب في مصر سنه مش 3 سنين. ده حقيقي. فما تبصش على توت العقد، بص على الفرق
في سيزون واحد. دلوقتي انت بتلعب في النادي الاهلي، اعلاناتك عامله ازاي؟ كان لسه حتى الاستاذ ابو معاطي زكي كان بيتكلم في النقطه دي واتكلم فيها حلو قوي. اعلاناتك عامله ازاي؟ رمضان دخله في السنه ونص دول اعلانات على حس النادي الاهلي قد ايه؟ لو دخل ربعهم بس على العقد اللي انت واخده من النادي الاهلي هتعدي في حته ثانيه. مع عدم قطع كلامك يا احمد يعني انا بكلمك حتى من وجهه نظر رمضان. أيوة، مش بتكلم ان انا كاهلاوي، انا هفكر معاك بوجهه نظر رمضان كمان، ان العرض النادي الاهلي مش قليل. انت بتتكلم كمان على العرض النادي الاهلي مش قليل، بلس بقى الحاجات اللي انت بتقولها انك جوه مؤسسه ممكن جدا من خلال المؤسسه دي يجي لك اعلانات، يجي لك بونص، يجي لك يعني ده يعوض لك حاجات ثانيه برضو. انا تعالى نتكلم على ان انا مش اهلاويه، والله انا بتكلم لمصلحته هو، فاهم؟ انا بتكلم لمصلحتك انت يعني انا حتى بعيب اكتر على الناس اللي حوالين رمضان، ومش قصدي شريف على فكره عشان الناس ما تفهمنيش غلط. امال قصدك مين؟ انا بتكلم ايا كان مين اللي اخذ له القرار. رمضان لسه صغير وخبرته قليله. فانت دلوقتي رايح لنادي كمان غير جماهيري على الاطلاق، مع احترامي الكامل لنادي بيراميدز وكلهم اصحابي سواء عمر جابر ولا على انستغرام اهي قدامنا. عشان بس ليلى ما شافهاش والناس تفهم احنا بنتكلم عن ايه. فانت كنت تقصد انه النادي الاهلي اكبر بكتير من اي مبالغ ماليه في النادي الاهلي. مستحيل تشتري في حاجات، ناس ماتت عشان النادي الاهلي، في ناس ماتت عشان نادي الزمالك، صح؟ هتشتريهم ازاي دول؟ مش هتعرف. مش هتعرف لو انت مين، مش هتعرف تشتريهم. فانا اللي بقوله لك ان في الاخر ان رمضان حسبته، كنت اتمنى من الناس العقله اللي حواليه عشان والله مع عشان النادي الاهلي. طب هو ما يعرفش الكلام ده؟ سيبك من الناس اللي حواليه، هو ما يعرفش ده؟ لا ما هو ممكن خبرات. لا بالك هو، لا هو، بصي رمضان انا بسال، مش على فكره مش بقول يعرف، انا بسال. لا انا بقول لك هو رمضان كمان صغير في السن بالظبط، وفي المراحل والقرارات الكبيره ديت مهما كان يعني. انا في اعتقادي وعندنا امثله كتير، مش عايز اقول اسماء لعيبه، في فترات معينه وهم في سن صغير بياخدوا قرارات بعد كده بسنين طويله تيجي تساله يقول لك انا ندمت ان لو كنت بفكر دلوقتي. طب انت عندك امثله في الوقت القريب. ما بقى طب ليه ما نقولش اسامي ده حتى يعني. واحترمته جدا على ده، عصام الحضري بالظبط، واحترمته لان هو طلع واتكلم بمنتهى الصراحه مزبوط. وقال كنت اتمنى ان ده يرجع ومش عملوش تاني. وفي نفس الوقت تعالى اتفرج على عقليات زي ميدو مثلا. يعني ميدو ممكن ما نبقاش اصحاب قوي او قريبين، بس ميدو كعقليه ميدو دماغه كويسه طبعا جدا جدا جدا. ميدو عمل ايه؟ عمل كل حاجه بره، عمل كل حاجه، ولعب في انديه كبيره جدا بره، وجه في الاخر اتحمى في مين؟ اختار الزمالك، جمهور الزمالك. جمهور كبير وقف على ارضيه صلبه. انت رمضان بدري قوي، 22 سنه، بيراميدز ده بيتراح وانت عندك 35 وانت عندك 36. مش قصدي والله تقليلا ولا من عبد الله ولا من عمر، كل دول اصحابي وحبايبي طبعا، بس في الاخر مش دلوقتي. ده انت لعيب كلنا كنا باصين لك هتلعب سنه، واحنا اللي بنقول لك امشي وسيب النادي الاهلي بس روح حته اوروبا، اطلع احترف، خد طريقك يعني. فيمكن هم عندهم وجهه نظر ثانيه الناس اللي حواليه. وبرضه حاجه عايز اوضحها بدون دخول في تفاصيل يعني، لان انا كنت بشكل او باخر انفولد يعني في الموضوع في الثلاث اربع ايام اللي كانوا سخنين دول. نادر شوقي وكيل اللاعب سابقا ملوش اي علاقه باللي حصل حقيقي. انا نادر اعرفه وهو فعلا ملوش اي علاقه، ونادر كان مستقتل لاخر لحظه، وحتى بعد اعلان النادي الاهلي ان رمضان يفضل في النادي الاهلي. ده شهاده ربنا والله. انا يعني لان انا في الاول برضو كنت شاكك زي احد يعني، هو وكيل رمضان، لكن لا الحقيقه الراجل كان لحد اخر لحظه عايز رمضان في النادي. لا ده كم اكد كمان عليه، هو رمضان نفسه اكد الكلام دوت، ان هو كان مستني من نادر انه يجيب له عقد اوروبي. وانت عارف خلي بالك برضو انك تجيب عقد اوروبي في نادي معقول في البريمير ليج حتى في وسط الدوري، الامر صعب. مش سهل، صعب مش سهل، وخاصه كان في توقف نشاط، فطبعا نادر ما قدرش يجيب له العرض ده. فرمضان حسبها وده يعني قال لك لا، طب ما هو نادر مش عايز يجيبني عشان عايز يقعدني في النادي الاهلي. فكمان ما هي لو فلوس انت في النادي الاهلي، حتى لو انت بتقول عرض كويس يا هاني كنت هتاخد نفس الفلوس. انت كنت رقم واحد اعلانات في النادي الاهلي. احمد كان بياخد اكتر من اللي بياخده بره يعني. أحمد يعني انا بتكلم فعلا يعني، كان ممكن جدا هو سوء تقدير وسوء تخطيط. وده برضو مش رمضان بس، اي موهبه عندنا للاسف في حاجات كتير قوي بتموت وبتطفي يعني. والله ما اقصد انت يعني، مثلا انا كان بالنسبه لي من اعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر ابراهيم سعيد. ده حقيقي امكانيات لعيب كوره، مع سوء تخطيط وسوء اداره لنفسه يعني. هو ممكن يكون المحيطين يعني عامل مساعد في اختياره 100% يعني. انا مش عايز اتكلم عشان ما تفهمش ان هو شريف. انا بس بقول لك الاسامي لان انا الناس اللي عماله تقول شريف، الناس اللي عماله تقول علي صقر. مع شريف او رمضان يعني تواصلنا من يعني كريم اخويا اللي كلم رمضان بس انا
كريم يعني اللي اتكلم مع رمضان. وانا كنت بتكلم مع نادر الفتره دي. طب انت ليه ما اتكلمتش مع رمضان؟ ما انت بتقول صاحبك. ما كنتش حابب يعني ما كريم اتكلم معاه يعني بس ما كنتش حابب قوي يعني. انا كان حابب اشوف عن طريق نادر، لان نادر المفروض انت اللي متكلم حد يعني مش عايز اخش. كنت مش عايز اخش في متضايق والله. متضايق اللي هو مش النادي الاهلي. والله متضايق. النادي الاهلي مش هيتاثر بحاجه يعني. النادي الاهلي عنده في المكان كتير وفي ناس كتيره. وهفكركم ان طاهر محمد طاهر ده هيبقى في حته طبعا لعيب كويس. حتى غير كده خلينا نتكلم بكل امانه وهنكررها ونفضل نكررها. فعلا الاهلي بما حضر، وان النادي الاهلي ما بيقفش على حد. وفي امثله اصل هنقعد نقول امثله في امثله كتيره جدا. فالامور صح. واضحه. لكن هو بيبقى قرار في وقت معين. انا رمضان يعني حبيبي. رمضان كان اتمرن معايا وكنت رحت له انجلترا، وكان بيتكلم في فتره صعبه جدا يعني. هو غلبان جدا على فكره. طيب قوي يعني. بقول لك رمضان هايل، شخصيه كويسه طيب يعني. لكن في قرارات بتبقى ساعات غلط. فهو حتى رجوعه للنادي الاهلي، وعايز اقول لك برضو المعلومه ان النادي الاهلي وقف جنبه كويس. النادي الاهلي جيب يعني في وقت صعب هناك، انت ما كنتش بتلعب بصراحه وعندك اصابه هناك، النادي الاهلي جابك وعالجك، وبعدين لعبت منتخب اولمبي وظهرت بشكل اكتر من رائع. فكل ده يحسب للنادي الاهلي. ورمضان انا بالنسبه لي اتمنى له التوفيق يعني. خلينا نتكلم بكل امانه، انت خد قرار من وجهه نظري خطا، لكن على الجانب الثاني بتمنى له التوفيق وربنا يوفقه في مستقبله. لان النادي الاهلي كيان ومؤسسه مش هيتاثر باي حد يمشي يعني. لا طبعا. انا بقول لك ده لو كابتن خطيب نفسه مشي من النادي الاهلي، النادي الاهلي مش هيتاثر. النادي الاهلي حاجه والاشخاص والافراد دي حاجه ثانيه خالص. يعني فكره برضو يعني فكره اختياراته اختياره للنادي برضو انا مش انت هو اللي مضايق. لا والله العظيم مع احترامي الكامل لنادي بيراميدز، مع احترامي الكامل بقول لك كلهم اصحابي، وعمر جابر صاحبي وعبد الله حبيبي وكل الناس بحبهم فعلا. بس نادي جماهيري. طيب الاهلي مختلف ازاي عن اي نادي؟ ان احنا قاعدين اهو في قناه النادي الاهلي وبنشكر في نادي الزمالك وبنتكلم بحياديه جدا وبننتقد نفسنا وبس. برافو بحييك والله على الاجابه دي. ده حقيقي عجبتني. طبعا لان ده اللي بقوله دايما، ان احنا على فكره كابتن دايما كابتن محمود الخطيب، بالرغم ان في بعض الناس تقول لك لا لازم ياخد موقف عنيف ولازم يعلي صوته، لا لا لا. المنهج بتاع النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب ان احنا مختلفين يا جماعه. احنا مختلفين، مش مختلفين ان احنا الافضل والاحسن. خلينا نتكلم بكل امانه، في اختلاف. احنا ماشيين عليه بتتغير الاشخاص بس السيستم ثابت يعني. انت مهندس محمود طاهر ماشي، جه كابتن محمود الخطيب بمنتهى الشياكه، ده سلم ده والدنيا بالراحه جدا. كابتن حسن حمدي هي كابتن صالح سليم هي هترجع تاني كابتن عبد صالح الوحش هي السيستم بيتغير. هو النادي هو احنا هو حتى كجمهور ثقافتنا ما بنتعلقش لحد بقى النادي الاهلي يعني. انا فاهم. انت فاهم قصدي ايه؟ يعني اقول لك حاجه، بص احنا وهو بنتكلم انا ليه مثلا ما فيش عندي صدمه جامده قوي رمضان يعني، برضو ما مش مصدوم يعني في موضوع رمضان. انت زعلان حسام ابراهيم احمد، انت زعلان له يعني حسام ابراهيم مشيوا من النادي الاهلي اللي هم معجونين في النادي الاهلي. احنا كنا في حد كان في جمهور الاهلي يعني، في حد كان محبوب لجمهور الاهلي زي حسام ابراهيم؟ لا طبعا. وعلى فكره برضو عشان احنا بحقانين، في جزء كبير جدا هو احنا اللي سبناهم، هم يعني ما مشيوش وسابوا النادي الاهلي عشان نتكلم بمنتهى الامان. بس في الاخر انت متعود كجمهور ان انت بتشجع الكيان مش بتشجع اشخاص، حتى لو هو محمود الخطيب. ده حقيقي. صحيح. ده حقيقي. يعني تحترم الكل لكن انت في الاخر بتشجع الكيان بتاعك. ده حقيقي. يعني انا بقول لك على الجانب، نتكلم بقى شويه فني. اتفضل. ماشي. بس هو كان متاثر. طيب. انا عايز بس هو موضوع. انا بقول لك انت زعلان له مش والله زعلان العظيم على النادي. والله انا بحلف. لا طبعا. والله العظيم انا زعلان على رمضان. ربنا يوفقه ويكتب له الخير وكل حاجه. زعلان على رمضان لان فعلا اللي فكر له ظلمه جدا. ظلمه. اللي اختار له ظلمه جدا. يا جماعه نادي بيراميدز احنا ممكن نصحى الصبح ما نلاقيش نادي بيراميدز. انا عارف ان انا بقول كلام تقيل. مع احترامنا طبعا، مع احترامي لكل الناس. وممدوح عيد على فكره صاحبي جدا، حبيبي. ممدوح حبيبي وصديقنا وكل حاجه. انا عارف لك انت بتتكلم. هو نادي بيراميدز قام ازاي؟ بتتكلم في مؤسسه، بتتكلم في كيان، بتتكلم يعني كل الاحترام لكل الانديه طبعا. لكن انت بتتكلم في نقطه ان دي مؤسسه، انت منتمي لمؤسسه ومنتمي لكيان ومنتمي لقاعده جماهيريه. انت بتتكلم في نقطه مهمه، الجماهير. انت هتروح تحترف هتقعد. ورمضان لعيب جماهيري يا كابتن. بالظبط. والجماهير بتحبه. في فرق كبير قوي. الجماهير بتحبه. وبعدين انت مثلا
في ضغط جماهيري هيحصل على رمضان. طبعا انا مش حابب ان اي حد يبقى عليه ضغط جماهيري ولا يبقى فيه قله ادب ولا الكلام ده. لما تيجي تحسبها مثلا على عبد الله السعيد، عبد الله عنده كام سنه؟ 35 36 حاجه كده، 34 35 سنه. والراجل راح وامن مستقبله ويحترم ونشكره على الفتره اللي قضاها في النادي الاهلي، لكن هيقدر يستحمل سنتين ضغط. وعبد الله كمان طبعه هادي وبارد جدا، ودي حاجه حلوه. انت رمضان قدامك 13 سنه كوره. ايوه